هلا 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 والله بحبايب قلبي اللي وحشتوني، وحشتوني جدا 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 جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم النهارده بحلقه جديده وجعفر العمده. قبل ما نبدا الحلقه ما تنساش، شوف ما تنساش اللايك بتاعك، ولو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقبل كل ده واهم من كل ده، اهم من كله صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات تحت، واللي هيصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات انا هقول اسمه. ماشي يلا بينا نبدا. وقفنا الحلقه اللي فاتت عند جوزتي لما قررت تقول لجعفرتي ان هي حامل، فطبعا انتي طاق ما طلقهاش، ولكن يعني قفش عليها وهي خلاص هنزله مني وانت ده منه ما تطلقنيش والنبي يدي. لا منزل. عايزين بقى نسأل سؤال مهم، نسأل سؤال للناس اللي بتفهم، سؤال مهم، اللي هو بيحصل في المسلسلات ده حلال ولا حرام؟ اللي هو ما تخلفيش ولو خلفتي هطلقك، ده حلال ولا حرام؟ وان هم يفهمونا ان التسقيط وتنزيل الجنين من شيء عادي، وان هي اشترت خاطره عشان خاطر روح في بطنها، ما هي كده قتلت، ده كده قتل، ده حلال ولا حرام؟ هو اللي بينزل من بطنه ده يعني مش بيبقى قاتل؟ مش دي روح ربنا حطها فيك؟ ما هو احنا عايزين نعرف عشان ايه ما نوصلش للناس صورة سهلة بسيطة، لان الجيل الايام دي جيل متخلف في عقله، جيل نازل من غير عقل. يعني اذا كان الامهات بتقتل عيالها وهم يعني هم اطفال قدامها كده، فما بالك بقى لو واحدة حملت وهي مش عايزة تحمل دلوقتي، عايزة أصيع وأعيش حياتي وأعمل وأسوي والتيت والشريط. فبلاش تصدروا لنا إن لما يبقى في بطنك عيل تنزليه بمنتهى السهولة كده من غير مساءلة قانونية. المفروض يبقى فيه مساءلة قانونية على السقاطة، والدكاترة تتحاسب حساب عسير. المهم جعفرتي راح لأمه بقى يشتكي لها، وعشان ترضعها، قصدي عشان تطبطب عليه. فأول مرة صفصف صراحة تقول كلام موزون معقول، إن هو ما تخليش نرجوزتي تنزل اللي في بطنها، وإن هي تحافظ عليه، وطبعا شدت عليه وبتاع وقال لها هشوفه مش هشوفه وكده. طب أنت يعني أنت واحد زعلان على عيال، واحد مات وواحد ضاع منك، طب ما تخلي اعمل عزوه. مش فاهمة وجهة النظر، مش فاهمها. وطبعا يعني بعد ما اتهزقت نرجوزتي من جعفرتي راحت لأمها تشتكي لها بقى، فأمها بتزرع في دماغها إن هي تختفي عن جعفرتي لغاية ما تخلف وتحطه قدام الأمر الواقع، وبعد كده تظهر له، يعني هي تظهر له يديها بالجزمة بقى في الآخر يعني. فالله أعلم بقى نرجوزتي هتعمل إيه، هتمشي ورا كلام أمها فعلا، ولا الدنيا هتمشي معاها ازاي، لان كده امها بتسعى على خراب بيتها، امها مش بتحافظ على بيتها. لا امها، ما هما ياخدوا منك العيل لما انت هتولدي يا نرجوزتي وابوكي في الشارع. ما هي عيله قادره ومفتريه. جعفرتي ما بيقفش قدامه حد، بيضرب بايده، بيحكم على الناس بمزاجه، وبياخد حقه بايده، بيروح يضرب في الشركه الناس ما بتقولوش بتعمل ايه، بيضرب في الشارع الناس ما بتقولوش بتعمل ايه. فهو قادر ومفتري، ربنا هيصاله. حرام. هو ده نيجي لصفصف الملكه اللي عايشه في ميه البطيخ، اللي عايشه في عالم موازي مش العالم بتاعنا. يعني راحت كانت بتقول لجعفر ان هي هتروح سيده زينب تدعي له كده، فراحت تاخد ايه؟ قالت تاخد عايده معاها يعني من باب الونس يعني. فالمهم راحت العايدة تقول لها تيجي معايا لأم العواجز. مين أم العواجز؟ متعرفيش أم العواجز؟ كلنا منعرفهاش والله يعني. يعني احنا يعني قولي السيدة زينب يعني. وبعدين بروح كل ده حرام، دي حاجة من اللي بتكرهني في المسلسلات المصرية، مروحة عند الأضرحة والحاجات اللي بتعملوها دي حرام. ادعي ربنا في اي مكان. ليه بتخلونا نرجع للخلف؟
ومصممين ان احنا تصدروا للوطن العربي كله ان احنا جهلة، وان احنا لسه بنروح للأضرحة والحاجات المقرفة اللي انتوا بتصدروها في قلب المسلسلات بتاعتكم. ربنا مش مستني في مكان معين عشان يتقبل، او مش مستني واسطة بينك وبينه عشان يتقبل، او هي اصلا مش هتبقى واسطة ولا في الكلام اللي انتوا بتعملوه ده كله جهل وقرف. المهم، فالملكة صفصف لما شافت عايدة باللبس اللي هي لابساه ده، القرف اللي انت لابساه ده، انت العرة، لبس العرة اللي انت بتلبسيه ده، وقالت لها بيخلي دلال تاخدك تقريبا سوق الجمعة، والله ما فاكرة قالت لها تاخدك فين تشتري لك هدوم، هي بتشتري هدوم حلوة أوي. أو والله يعني حاجة صفصف، يعني كل واحد له ذوق. حاجة صفصف، أي نعم أنا مش مع عيودة، بس كل واحد له ذوق يعني. وطبعا يعني نيجي لكتلة الغل والحقد اللي هو كارم، مش مريح حاله وعمال بينخر ورا عايدة، لغاية ما عرف إن باباها، إن هي بتدور حد في السجن، إن هي طبعا مين اللي قاله مش عارفين، بس هي بتدور حد في السجن. الناس الغلاوية بنقولها كل حلقة، الناس الغلاوية انتم يعني عاملين زي النار اللي بتاكل حواليها، اللي حواليها ده انتوا نفسكم بتاكلوا في نفسكم. يعني انتوا يعني حتى لو اذيتوا غيركم 1% بتأذوا نفسكم 1000000%، لان الغل والحقد ده يفضل مزروع جواكم، هتفضل ينمو 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 لغاية ما يغطيكم، لغاية ما ياكلكم انتوا ونخلص منكم. يعني صراحة الناس الغلاوية دول حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل فيكم صراحة. يعني انتوا لا توردوا على جنة ولا توردوا على نار، تقفوا في النص كده اهو. يعني مش يعني في ناس بتخش النار شوية تروح الجنة، في ناس مخلدة في النار، في ناس في الدرك الأسفل في النار كده. انما انتوا انا مش عارفة انتوا هتروحوا فين من ربنا، اقسم بالله. يعني هتقابلوا ربنا ازاي ولا هتعملوا ايه؟ انا بتكلم عن الناس دي في ارض الواقع، مش في المسلسلات والهبل والكلام الفارغ من ده. وبعدين يا صفصف، مسكتي من شويه عايده هي هزقتيها، وبعدين مسكتي دلال هزقتيها، ومسكتي المخرج هزقتيه، ومسكتينا احنا كمان. يعني انت لو عرفتي ان انا بتكلم عليك حاجه صفصف، اطلعي النهارده في المسلسل تهزقي امي. بالمناسبه هما لسه بيصوروا في المسلسل، وحمادة هلال لسه بيصور في المسلسل، وما اعرفش يعني هما بيبداوا امتى وبيخلصوا امتى، يعني ازاي احنا في رمضان هما لسه بيصوروا. ما علينا. المهم يعني ان صفصف، المهم ان حاجه صفصف ماسكه زمام الامور في يد من حديد، محدش يقدر يقول لها انت بتعملي ايه، ولا بتقولي ايه، ولا تنزل الثلاثه كام، ولا ربع الاربعه كام، ماشي. في وبعدين وهم واقفين في ساعه صفصف في البلكونه وقاعدين بيتصمروا، لقيت حماده فتح الله ابوها داخل عماره جعفر. فالحقيقه حاجه ده داخل عمارتنا يا حاجه، الحقيقه حاجه. المهم طلعوا يجروا، راحوا عشان يشوفوا ده طالع ليه، ففتحوا الباب ووقفوا. نعم، مش هتقولي لأبوك اتفضل؟ هي لو كانت عايزة تقول اتفضل ما كانت قالت، يعني هي مستنياك انك تلفت انتباهها، يعني مستنياك تقول لها مش تقولي لأبوك اتفضل؟ لأ، كتير كتير كتير. وبعدين يعني انت رايح لها وكارم ابنك رايح يجيب قرار عايدة، رايح لها وعارف ان كارم ابنك بينفر وراها، وراح جاب قرار عايدة، وان ابوها اللي مسجون، وان 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 انتوا عيلة عيلة عيلة، مش محتاجين مستشفى المجانين صراحة. يعني ما علينا. المهم كنت عايزة اقول ايه، وداد الحيزبونة الحربوقة فضلت ورا سيد زن 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 لغاية ما خلته يطلب لها 5 مليون جنيه. 5 مليون جنيه ليه؟ ليه؟ هي وداد دي تسوى 5 مليون قرش؟ لا بجد، يعني يا سيد على فين، يا سيد حرام عليك يا سيد، يا سيد هتغلطنا كلنا على اخر رمضان، هنبقى كلنا بنتعالج سكر وضغط ومن الجلطة، ويمكن شلل رعاش بسببك يا سيد. يا سيد يعني ده انت الكبير يا سيد، يا سيد انت بتعمل ليه كده يا سيد؟ يا سيد حيرتنا معاك يا سيد، يا سيد مش اخوك بس اللي مأذي.
بعدين بقى شفت المفارقة الجميلة اللطيفة الظريفة ان المخرج طبعا خلى جعفر يقول لأمه ان هو يخلي نرجس تخلف وخلاص، يعني هيرضى بقضاء الله وقدره، وان هو يخليها تجي في بطنها ومش هيموت روح ربنا حطها في بطنها، ويلا يلا ما يلا خلي نرجس تطلع. المهم البنت راحت قالت لنرجس تطلع، فنرجس طلعت وقال لها نرجس انا موافق ان انت تخليني في بطنك. انا نزلت ده عقاب ربنا ليك، عقاب البطر على نعمة ربنا، عقاب البطر عقاب انك حرمهم كلهم، هم كلهم يبقوا سواسية ويخلفوا، يعني ما يخلفوش كلهم، ان انا خلاص قبلت بواحدة وخلاص ما عادش غيرها يخلف. دي رسالة مهمة جدا 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 لكل واحد او واحدة عموما، يعني في الحياة العامة ومش في الموضوع الخلفة بس، كل حاجة ما تبقاش بطران على حاجة، نعمة من نعم ربنا عليك، لأن ربنا قادر ياخدها في ثواني في لمح البصر كده وتندم عمرك كله. حتى في صحتك تفضل تقول الحمد لله على صحتك وعلى نظرك وعلى سمعك وعلى تذوقك وعلى إنك قادر تقف على رجليك وعلى إن عندك إيدين ورجلين وعلى كل حاجة، الحمد لله دائما وابدا بلاش البطل. كيف خلصنا حلقتنا النهارده، اشوفكم على خير في حلقه جديده، وقبل ما ننهي الحلقه ما تنساش تسيب اللايك بتاعك وتشترك في القناه لو مش مشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واهم من ده كله صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. اوكي، يلا امشوا بقى، سلام 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 سلام.